حجيه نيابه برواتب الحكومه مشهوره يعني في جهه وزاره الثقافه ما لها علاقه بالموضوع لانه يقول لاني قلت للوزير من اجى قال احنا ما عندنا يعني بس اللي نقدر عليه منظمات مدنيه تسوي المجتمع دا يسوي الناس دا تسوي الحاج نحن تقدر نرجع الاصول الى اصولها الاماكن الى اصولها لازم يخلونا قطع والتاريخ مالتنا. ها؟ مفروض اكو جمعيه او نقابه تلم الفرافيين جميعا اصحاب الشهر. يعني هسه انت هنا تقدر تسوي بالضبط. نعم. تقول هي هذه الطريقه اذا انت موجود واحنا نقدم وانت بمجتمع منظم ومجتمع مدني وعن طريقك عندنا استعداد نتبناها ايضا نصرف عملنا احنا نريد نصلح الصحيح احنا نريد نثبت الصحيح يجي على جامع يسمي كيف كل واحد هو ما موجوده يعني لها حجج وقفيه موجوده وهذا الجامع بحجج وقفيه موجوده انتم تعرفون هذا شارع الجمهوريه شارع الملكه عالي من استحدثوه بالخمسينات من ساحة الخلاني إلى السور تسع جوامع إن شاء الله. وين بنوها؟ واحد بمدينة الضباط، واحد ببغداد الجديدة طارون دار، الآخر ما إلى أثر، جامع القزازة ودوا هناك، السور ودوا بغداد الجديدة دور تل محمد يسمونها. زين؟ والجوامع الأخرى قرقول إن شاء الله، والكهية إن شاء الله. وجامع علي أفندي الزغار وجامع الخلفاء الزغار هذه الشغلات مصالح العباد مقدمة حتى لو كان الجامع أكثر على الطريق لكن مو يزال وإذا أزيل لازم يبنى جامع الدكان هذا موجود يعني بالفقه قضايا الفقهية موجودة زين جامع الرواس والدول للقاهرة والقبر مال الرواس شاول أبو سيد السلطان علي محمد فاضل باشا دارستان وهذا بيته هذا عليه مشاكل بيني الجمهور من زمان بعدين الحكومه بدات الى هذا فنش مو بس هو فنش هذا الجراج والقبر مال الجوزي هذا هي هذا الطبري موجود بتاريخه معروفه استحوذ عليها صاير هو مطرود من غير دائره جاي الاوقاف خلوه مسؤول عن المقطع ويحكي للعالم تجي اميره يجي ملك يجي امير ما اعرف شنو يحكي لهم كل التاريخ غلط يمر ب 180 درجه. هاي المشاكل اللي العالم تحاول تجدد فيها شكرا 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 العفو دكتور بس باختصار احنا دائما التراث البغدادي يحكون عليه اغلب الناس اللي يسمعون يصور هاي من ميدان بغداد هاي المنطقه هاي على اعتبار اماكن يصور يعني ماكو يعني هذا بس هاي لكن انه بغداد هي هاي الله اكبر يصور بس هاي بغداد انا اكو اماكن في بغداد لها اهميه كلش كبيره اهم من بيت فلان ومن بيت فلان عندنا مواقع اثريه داخل بغداد يعني هسه هاي مقبره الغزالي من يعرف تاريخه ما حد يعرف
ولاد منبر ذوات علماء اشكال تمام مقبره الخندق هاي 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 ما عاد يبرز يعني مثلا عمات الولاد خالات الولاد كلهم متكونين بالجامع وصف الجامع هاي هم جزء من بغداد بغداد مو بس هاي شكرا على التسليم مشكور على التسليم شويه نستمع لكم عرضا عن قصيدة الشعبية والأديب العروس ورا أستاذ كاظم تفضل أستاذ كاظم شو عبود شكون؟ السلام عليكم احبتي شفتكم صباحا راح اشرحكم بعض الداريات الاجتماعيه انصح واقول بشوق للعنده احساس احترم نفسك دون تحترمك الناس جواب اللي يحترم نفسه يصير للعز علامة ويكبر ما بين الناس حتى احترامه. أردنشد العقال وأهل العدالة. لو مسخ ملح الزاد شو نحط بداله؟ جواب لو مسخ ملح الزاد نخل دمع العيون. لو مسخ ملح الزاد خل دمع العيون وفنهم بعد يقولون ما صح يا مجنون يقول انعى الابو الخالات لا بيوتي انعى الابو الخالات لا بيوتي طق انا ويا الشمات وانا بلغتي جواب يا اخويا هالخالات عازتهن العازه يا اخويا هالخالات عازتهن العازه والما وراها صياح وحده الجنازه من يبكي علي غير خالاته يقول له كون القلب بالباب ينطر وراوي شاقل تعفي عليك دم ولحن بيك الدار الاخير هذا شويه بتلطيف للجو يقول عوضه وتحط مكياج وتنفخ كفايه وتنفخ شفايف يمكن بعد يومين تنفجر خايف والسلام عليكم. هذا الأخير مرفوع. عندنا الشاعر لميان الخزرجي.